اهلا مجددا مشاهدينا، نواصل معكم دفق الشروق الصباح الحي. كنا دائما نتمنى انه والله لسان الحال غلب، يعني ما عارفين نتكلم عن شنو، عن ازماتنا المتلاحقه، الازمه الاقتصاديه، عن ازمات الضمير اللي بيستغلوها دائما الناس في قوه المواطن، عن الكوارث وحجمها اللي كانت حصلت جراء جائحه كورونا اللي اثرت سلبا على المواطن. ودي كلها عوامل طبيعيه ممكن نقول، زي الفيضانات والسيول والامطار يعني، لكن قدر الله وما شاء فعل. على قدر الموجودة نقدر إن شاء الله نتضافر جهود المجتمع المدني عموما والجهود الرسمية. وشفنا الجهود الرسمية والشعبية، الجهد الشعبي كان كبير جدا يا جماعة، لأنه الحس والوجع هو كان كبير، عشان كده قدروا أنه يقدموا كل يد العون بالنسبة للمتضررين. نحن بنقول سعداء لكن متألمين أنه ينضم لنا واحد من سكان واحدة من المناطق اللي تأثرت، لأنه المنطقة دي متاخمة للمشروع الزراعي. تخيلوا 2 كيلو والبحر بكل عنفوانه أو النيل يغطي 2 كيلو مباشرة ويأتي للمنطقة، يعني كأنه الناس كانوا عايشين في أمان وفجأة مباشرة في ساعة كل المنطقة تمتلئ بالمياه. نحن نرحب مباشرة بالأستاذ علاء الدين محمد الحسن، ممثل منطقة الريف الشمالي ومحلية كرير منطقة السروراب. تحدث عن الريف الشمالي وتحدث بالتحديد عن منطقة السروراب والأضرار اللي لحقت بالمنطقة. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بك، الله يديك. الله يكرمك، ونتمنى كنا نلتقي في مساحات أرحب عشان نتكلم عن تفاصيل بتاعت تنمية، ولكن جزء من التنمية برضو بعد تحصل العوامل الطبيعية دي بتحدث كمان المناشدات. لو تكلمنا عن المنطقة، وهل هي، أنا ذكرت أنه كانت هي على بعد 2 كيلو من النيل يعني، وكيف تأثرت بالفيضان بما أنه كانت منطقة آمنة والسنوات المضت يعني فيضان 88، والآن أصبح أكثر من فيضان 88 في حجم الخسائر والدمار يعني بكثير. نعم، طيب نحن الحجم الكارثة هو على مستوى الريف كله، الريف الشمالي، ودي منطقة بالكيلومترات تعتبر منطقة طويلة جدا، ممتدة من منطقة اسمها الحريزاب تنتهي في منطقة اسمها الكوداب اللي هي نهاية ولاية الخرطوم، وبعديها بنخش ولاية نهر النيل. أكثر مناطق متاخمة للنيل هي من منطقة الحريزاب لحد 90 اللي هي تقريبا نص الريف الشمالي. النص المتبقي معظم المناطق بعيدة جدا من النيل، لكن الآن عندنا 3 مناطق لها 48 ساعة خشت في المشكلة، اللي هي منطقة الكوداب وجوز نفيسة والحوشاب، اللي هي دي آخر مناطق لولاية الخرطوم، تابعة لولاية الخرطوم، دي هسه خشوا في الكارثة. الكارثة دي أصلا بدأت عندنا يوم بالضبط 31/8 زي الساعة 1:15 صباحا، يتفاجأ الناس بأنه طيب على حجم المفاجأة دي حنجي للجانب ده، لكن لو نعلق على الصورة الظاهرة معانا. نعم. على العشاشة اللي انت شايفها الآن في المونيتور. نعم. يعني المنطقة دي وين بالتحديد في الريف يعني؟ في الريف أكثر منطقتين متأثرات تأثير شديد داخل السراب هم منطقة يعني حيين، اللي هم حي الكواهلة وحي السراب وسط، يمكن دي أكثر منطقتين فيهم ضرر كبير جدا. فالصور دي من منطقة السراب وسط، منسوب منسوب المويه ذاته لفوق لاعلى شديد عالي يعني. شديد يعني منسوب المويه في منطقه وسط السراب، للناس اللي جربوا ويمشوا عليها الارتفاع تقريبا يقدر ب متر ونص او مترين الا، يعني عالي جدا. طيب الناس اللي كانوا متاخمين او القريبين من المشروع الزراعي، مدى الضرر يعني؟ هل الفيضان مسح كل المنطقه؟ والله تقريبا يعني يعني نحن عندنا معظم المناطق المتاخمه للمشروع حصل لها انهيار تام، والمناطق الغربها حصل لها محاصره ومهدده بالسقوط. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ما خلاص حال الحدث ذا حدث. نعم. فعايزين نشوف استنفار الجهود يعني المواطنين بتاعنا المنطقه، لو كان في دعم جاكم يعني على حصرتوا المناطق والمنازل المتاثره يعني. نعم. كيف قدروا يعني وفروا لهم منطقه ايواء يعني او الخيام والتفاصيل بتاعت الغذاء دي؟ نعم، نحن لحد هسه طبعا ما عندنا اي خيام، لكن الايواء عندنا عباره عن تكافل اجتماعي، يعني كل الاسر الان موجوده مع اهلها وزويها في المناطق الامنه. ما عندنا خيام تماما يعني. ليه؟ لا، هل الدوله او الجهات المسؤوله في محليه كرري ما استجابت للنداء، ولا لسه هم ما جوا شافوا حجم الكارثه؟ والله على مستوى ولايه الخرطوم وعلى مستوى محليه كرري شافوا الضرر،
لأنه زارتنا الأستاذة ولاء البوشي وزير الشباب والرياضة، وزارنا الوالي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، وأيضا سمية الساتي المدير التنفيذي لمحلية كرج. وكانت العبارات اللي قالوها واضحة جدا، إنه حجم الضرر أكبر من إمكانيات الولاية. طيب حجم الضرر أكثر من إمكانيات الولاية، ونحن ذكرنا إنه قلنا نحن نمر بضائقة كبيرة جدا، لكن جات مساعدات من الخارج وكل الدول يعني مدت يد العون بالنسبة للسودان. كيف ممكن يعني كل المناطق الدعومات اللي بتجي من الخارج دي نستغلها بالصورة المطلوبة ونوزعها يعني على حجم الضرر في منطقة السورولاب أو الريف الشمالي؟ يعني هل وصلتكم حاجات لسه ملموسة؟ طبعا نحن كل الموجود عندنا الآن هو مجهود شعبي خالص تابع للمنطقة، رجال الأعمال في المنطقة، المناطق المجاورة الغير متأثرة، يعني هو دعم خالص للريف الشمالي، بالإضافة لمحلية كرري، وفي مجهود رسمي نحن ما ننساه اللي هي الشؤون الهندسية، دي وفرت كمية من الشوالات للترس يعني، وبرضو منظومة الدفاعات، منظومة الصناعات الدفاعية اللي هي تابعة للجيش وجياد، ديل برضو وفروا كمية من الشوالات وساهمت في طيب تخفيف الضرر يعني. أستاذ علاء الدين، احنا شفنا مثلا منطقة ودرمل اللي غمرت بالمياه وهدد الفيضان، برضو كانت منطقة آمنة وتم إخلاء المنطقة بالكامل، حتى الآن هي مغمورة، فجني ده أنه يتم تعويضهم في جهات آمنة خارج بعيدا عن النيل. هل يمكن أنه منطقة السروراب الحالية المناطق المتأثرة يتم التعويض، ولا السكان المنطقة هم بيقدروا يفارقوا يعني جناينهم وزراعتهم؟ لا، هي المحسس على المنطق بيقول أنه المنطقة بقت غير صالحة للسكن أصلا تماما. وعندنا المنطقة الغربة السراب ذات اللي هي بمر بها الزلط، الزلط ده أسس سنة 1995 من الكلية الحربية لحد نهاية الولاية. طيب طبعا هسه هو تجاوز الولاية تماما. دي منطقة صالحة تماما للسكن، لكن فيها مشكلة، ما أنت عشان ترحل الناس لازم يكون في خدمات، وهسه هي الموية متوفرة لكن بكل أسف لا توجد كهرباء في هذه المنطقة. والناس بذلوا مجهودات كبيره واتصلوا بالمسؤولين من سنين طويله عشان بس محول يقدروا يجيبوا به كهرباء، الكهرباء تقدر تخلي عدد كبير جدا من الاسر ترحل في المنطقه دي، لكن بكل اسف لم نجد اي استجابه في هذا الصدد يعني. ان شاء الله تلقى الاستجابه الان، ومن خلال بثنا المباشر ده يكونوا المسؤولين بيستمعوا لنا وبيشاهدون الان مباشره للنداء اللي انت وجهته. طيب بما انه نحن الان امام منصه اعلاميه ممكن توجه فيها رسائلك وغير الرسائل المتطلبات يعني اللي انتم بتحتاجوها الان حتى انه على الاقل تقللوا حجم الضرر الكبير ده، عايزين شنو انتم؟ والله حاليا دايرين الايواء المؤقت اللي هو الخيم، ودايرين ادويه، لانه نحن بنفكر في ما بعد الكارثه، ما بعد انحسار النيل، لانه في 88 حصلت وبائيات ثقيله جدا من الحميات ساهمت في يعني وفيات كبيره جدا، فده المتوقع. نحن دايرين برضو كميه من الادويه تكون موجوده في مستشفى السراب ومستشفى ام كتي ومستشفى الجزيره سلاني، عشان نقدر في ثلاثه مستشفيات دي يتم علاج الناس بسرعه وقبل ما تحصل الكارثه او الطامه الكبرى، خاصه وانه المياه الان ملوثه بالضبط بالسيفونات والحمامات يعني. حتمنى انه ما تحدث الكوليرا ولا الملاريات، لان هي متوقعه في التفاصيل الزي دي. على حجم التعويضات نتمنى انه تكون منازل امنه خارج يعني إطار النيل عشان ما يحدث الفيضان القادم، وبرضه المنطقة تتأثر أكثر يعني. تكلم عن هل في زراعة يعني في مشاريع زراعية على حدود المشروع، وهل الموسم الزراعي خلاص يعني عندنا هناك في السروراب ما يكون مبشر وما يكون منتج؟ هو هسه طبعا المشروع الزراعي اللي هو مشروع السراب، مشروع جمعية السراب التعاونية، 500 فدان ده اتغمر بالمياه تماما، باقي المشاريع مشاريع خاصة يعني بيمتلكوها الناس امتلاك خاص، دي اتغمرت بالمياه تماما. المتوقع انه اذا يعني هم اذا فكروا يزرعوا ما اقل من 3-4 شهور لقدام عشان يزرعوا ثاني. يعني المزروع ده غير صالح الان؟ لا خالص. وبعدين الكارثه انه في عدد كبير جدا من المواطنين بيعتمدوا اعتماد كلي على الزراعه يعني. طيب في صور برضه ممكن نعلق عليها يعني برضه بدلك
ده هنا تقريبا بداية قبل الفيضان ما يصل لقمته، لكن هو دخل الحلة تماما. لو ملاحظ اللوري هنا بيحصل شنو؟ بيحصل تفريغ العفش من البيوت. بالضبط. والحمد لله الحاجة دي حصلت بسرعة جدا. نحن البيوت اللي انهارت كلها معظمها ما في عفش عليها، يعني هي كانت خاوية تمام ما عدا بيت واحد اللي ما قدروا الناس يصلوه، لأنه ده في المقدمة يعني في بداية الحلة. ده ينهار سريع جدا قبل الناس ما يخلوه من العفش بتاعه. طيب لكن باقي البيوت كلها تم إخلاها من العفش. طيب هل في خسائر؟ يعني في خسائر الآن في الممتلكات، يعني هل في خسائر في الأرواح لا قدر الله؟ لا الحمد لله حتى. طيب الآن طيب تمام. المنازل اللي تأثرت دي هي وحدها جوار المشروع الزراعي ولا في لسه مناطق واقفة أعمدتها، يعني لسه لكن تم إخلاءها بصورة واضحة؟ هو المنطقة مع المشروع طوالي تقريبا دي كلها دي انتهت تماما. المناطق اللي بعديها هي تأثرت لأنه البحر بعد ذاك اتحرك من مسح المناطق الأمام المشروع ومشى للمناطق اللي هي في المرحلة الثانية اللي كانت أمن. وهسا دي فيها بيوت وقعت وفيها بيوت محاصرة حصار شديد، في أي لحظة ممكن يحصل النهاية. المحاصرة دي موجودين فيها مواطنين لسه؟ لا إطلاقا يعني خلاص ولا مواطنين ولا العفش. طيب والله الحال يغني عن ألف سؤال، يعني أتمنى أنه ربنا يلطف إن شاء الله وينعم علينا بنعمة الاستقرار. طيب رسائلك في بريد محلية الكرري؟ محلية الكرري والجهات الرسمية. نعم. ممثلة في الحكومة. نعم. ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الدولية. كلمة الآن في بريد كل من الجهات دي. نعم. عشان مباشرة تلقوا الدعم المباشر، لأنه أنتوا لسه ما في جهود رسمية هي وصلت تقدم يد العون بالصورة المطلوبة. صحيح. الرسالة نبدأها بأولا ولاية الخرطوم. نحن بنفتكر أنه مسألة المحول هو الأولوية القصوى الآن عشان تساهم في تهجير الناس من المنطقة اللي بقت غير صالحة للسكن دي، وتسهل للناس المسألة بتاعت أنهم يرحلوا لمنطقة بتاعت خدمات. رسالة أولى. الرسالة الثانية وزارة الصحة ولاية الخرطوم والاتحادية ومنظمات التي تعمل في مجال الطبي يمدون بأدوية سريعة جدا قبل انحسار النيل عشان تساهم في علاج الناس قبل انتشار الوباء. برضو وزارة الصحة بيكون على عاتق الرش بعد انحسار النيل، هيحصل بركب هتحصل أشياء زي دي، ومحتاج برضو عملية رش للمنطقة عشان برضو نتفادى كثير من المشاكل اللي بيجيبها الذباب والبعوض والأشياء. الرسالة لمحلية كرري الشؤون الهندسية دي ما شاء الله يعني على حسب إمكانياتهم المتواضعة هم واقفين ومساهرين معانا وكده، فنتمنى إنه يستمر المجهود ويساهموا معانا محلية كرري باعتبارها هي الحكومة المصغرة للريف الشمالي، تتضافر الجهود الرسمية مع الجهود الشعبية في إنه المحول يكون شيء واقع وسريع وممكن. بعدين إحنا ما دايرين، يعني أنا زول منكوب يقول لي المحول جيب 3 مليار ولا 4 مليار عشان أديك محول، ما ممكن. يعني هي الدولة إذا بتبيع لي الحاجات بتاعتي، يعني الدولة بتيم تدعمني أنا كمواطن، بتيم الدولة السودانية تدعم المواطن وتبيع ما تبيع له الحاجات بتاعته أصلا يعني. فنحن يعني في موقف ما بنحتاج إنه تاني زول يقول لنا تجيب 3 مليار أو 4 مليار. الرسالة لأجهزة الإعلام برضو كلها، لأنه ما شاء الله هم كلهم ساهموا في نشر التوعية والتبصير ووصلوا الحقيقة للناس. وأنا بشكر الشروق لأنها هي اللي بادرت، هي الأولى يعني عبر برنامج الموقف تقريبا الموعد الموقف في الموعد تقريبا. ده البرنامج الأول اللي دي أول صوت يصل للناس عبر الشروق، ودي المرة الثانية. نشكر قناة التلفزيون القومي السودان والنيل الأزرق، البيت السوداني إذاعة، وأيضا إذاعة القوات الشعب المسلحة، وما زال العمل على المستوى الإعلامي مستمر. ونتمنى إنه ربنا يعني برضو بدعو المنظمات المجتمع الوطني. في منظمة اسمها صيادلة بلا حدود تقريبا تمدكم بالأدوية، ديل ممكن يساهموا في مسألة جلب الأدوية ويكون في مجهود شعبي ومجهود منظمات مع الحكومة، لأن الوضع
الحكومه، وضع الحكومه الان ضعيف. صحيح. نتمنى انه يفعل. استاذ علاء الدين، يعني في جانب اخير لكل مشاهدين اللي بتابعونا والخيرين اللي بتابعوا قناه الشروق داخل وخارج السودان، لو كان عندكم ارقام يعني تلفونات او حساب بنكي ممكن يجيكم الدعم مباشره، والخير باقي فينا ما بقينا يعني. نعم والله حاليا انا ممكن عندي بقى الحساب بتاعي في بنك الخرطوم اللي هو 18 700 18 760 13، على دي محمد الحسن بنك الخرطوم. 18 760 60 13، على دي محمد الحسن بنك الخرطوم. نحن مقدرين جدا استاذ علاء الدين محمد الحسن ممثل منطقه الريف الشمالي محليه كرير بالتحديد، وقفنا على اخر التطورات والاحصائيات في منطقه السروراب اللي تاثرت جراء الفيضانات والسيول. ان شاء الله ربنا يلطف بكم، وان شاء الله نشوف في الايام القادمه مجهودات ومبادرات يعني واعده بالنسبه لاهلنا في السروراب عموما في الريف الشمالي. شكرا جزيلا. شكرا، الله يديكم العافيه.